قوله عليه الصلاة والسلام: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، لم يقل ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل النار، فأتى بالضمير هنا، وهذا من باب الإيجاز والاختصار. وأما ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع خطيبا يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فأنكر عليه الصلاة والسلام أن يأتي بالضمير. فما وجه الجمع بين ما جاء في صحيح مسلم وبين ما جاء هنا؟ قال هنا: ومن لقيه أتى بالضمير، وهناك لما أتى الخطيب بالضمير قال عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والجواب عن هذا كما قال النووي رحمه الله، قال: إن الخطبة يحتاج فيها إلى بيان وإيضاح، فينبغي في خطبة العظة والعبرة أن يختصر فيها. ففي مقام الخطبة يؤتى بالاسم الظاهر، وفي مقام التعليم يؤتى بالضمير اختصارا. وأما ما جاء عند أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في تشهد النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فيقال إن هذا الحديث جاء في مقام الخطبة، ومع ذلك أتى بالضمير عليه الصلاة والسلام. فما الجواب عن هذا الحديث؟ الجواب أن هذا الحديث ضعيف ولا يحتج به.